السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في أتمة الدرس العاشر قوانين النيوتن. إذا كان قلنا ثالثا كبيرة تطبيقات لقوانين النيوتن هنا صغيرة تعريفة. إذا تكون لمركز قصور جسم صلب الجي حركة مستقيمية متغيرة بانتظام إذا كان مسار مركز القصور مستقيميا وإذا كانت الجي متجهة تسارع مركز القصور ثابتة خلال الحركة. إذا هنا نميز بين حالتين، إذا كان الجي سلم بالجي أكبر قطعا من صفر تكون حركة مركز القصور مستقيمية متسارعة بانتظام. إذا السرعة والتسارع لهما نفس الملعب ونفس الاتجاه. الحالة الثانية، إذا كان أجي سلمي في جي سالب تكون حركة مركز القصور مستقيمية مسبقة بانتظام. إذا متجهات مركز التسارع ومتجهات السرعة اللحظية لهما من حياة متعاكسة. إذا نشوف التطبيق الأول، حركة إزاحة مستقيمية لجسم صلب فوق مستوى أفقي. إذا ثانيا صغيرة، حركة إزاحة مستقيمية لجسم فوق مستوى أفقي. إذا نعتبر جسما صلبا حامل ذاتي في حركة فوق مستوى أفقي، إذا المستوى الأفقي الحامل الذاتي. الجسم المدروس هو الحامل الذاتي والجسم S. إذا لدراسة مركز قصور الجسم نختار معلما متعامدا منظما R أو EJ والذي نعتبره غريديا. إذا القوى المطبقة على الحامل الذاتي، إذا وزنه P ثم تأثير المستوى الأفقي R ثم تأثير القوة F ولا تأثير الغيط. إذا التماس يتم بدون احتكاك بين المستوى الأفقي والحامل الذاتي. إذا نطبق القانون التالي لنيوتن، مجموع القوى يساوي الكتلة ضرب متجه التسارع. إذا بي زائد ار زائد اف يساوي ام فوق جي مع اف مع بي زائد ار يساوي المتجهة المنعدمة، يعني اف يساوي ام مضروبة في جي. نسمي هذه العلاقة بالعلاقة رقم 4. إحداثية متجهة القوى في المعلم المتعامد ومنظم R و EJ. إذا F F X تساوي زائد F F Y يساوي صفر. عندنا R R X يساوي صفر، R Y يساوي زائد R، ثم P P X يساوي صفر و P Y يساوي ناقص P. إذا نسخة العلاقة رقم 4 على المحور و X نحصل على F X تساوي M I X، ثم نسقط نفس العلاقة وعلاقة من 4 على المحور في جراج نحصل على ناقص bx زائد ry يساوي صفر، لأن الحركة تتم فقط على المحور x. إذا الحركة تتم وفق محور x، إذا ay يساوي صفر، ومنه إحداثية متجه التسارع ax يساوي f مقسوم على n يساوي 0.6 متر على الثانية وستون، ثم ay يساوي صفر متر مقسوم على الثانية وستون. إذا ألف تعبير متجهات التسارع. إذا لدينا دائما RG يساوي AX مضروبة في E زائد AY مضروبة في G يساوي 0 E زائد 0.6 G. منظم متجه التسارع في المعلم المتعامد المنظم، إذا RG يساوي جذر مربع AX يساوي 2 زائد AY يساوي 2 طبق عددي. إذا RG يساوي جذر مربع 0.2 زائد 0.6 الكل 2 يساوي 0.6 متر مقسوم على ثانية يساوي 2. من هنا نمثل تغيرات منظم متجه التسارع بدالة الزمن، نلاحظ بأن التغيرات هي ثابتة. إذا الجي يساوي 0.6 متر مقسومة على الثانية وستنان. إذا نستنتج أن حركة مركز القصور الحامل الذاتي حركة مستقيمية متغيرة بانتظام. ب تعبير متجه السرعة، إذا لدينا دائما الجي يساوي إحداثية أجي في المعلم المتعامد منظم AX يساوي 0.6 يساوي VX بوان، ثم AY يساوي 0 لأن الحركة تتم فقط على محور X إذا تساوي VY بوان. وبالتكامل
نحصل على في جي ذاتية في جي في المعيار المتعامل المنظم في اكس يساوي 0.6 تي زائد سي 1 وفي جريج يساوي 0 مع سي 1 هي ثابتة التكامل نحصل عليها باستعمال الشروط البدئية إذا باستعمال الشروط البدئية في تي يساوي 0 يساوي 0 إذا ومنه في اكس تي يساوي 0 يساوي 0.6 مضاف 0 زائد سي 1 يساوي V0 ثم في Y تساوي 0 لأن الحركة تتم فقط على محور X إذا نحصل على C1 يساوي V0 إذن في إكس تي يساوي صفر يساوي صفر ستة مضاف صفر زائد سي واحد يساوي في صفر ومنه في صفر في سي واحد عفوا يساوي في صفر إذا نحصل على إحداثيات متجهات مركز قصور الجسم في المعلم المتعامل المنظم في إكس يساوي صفر ستة تي زائد في صفر وفي إكس يساوي صفر إذا منظم متجهات السرعة إذا لدينا منظم في جي يساوي جذر مربع في اكس وسكنان زائد في جي وسكنان يساوي 0.6 تي زائد صفر زائد في صفر لكل سكنان زائد صفر وسكنان يساوي 0.6 تي زائد في صفر تغيرات منظم متجهات السرعة اللحظية لمركز قصور الحامل الذاتي لدائرة الزمن هي عبارة عن دالة تألفية لا تمر من أصل المدى إذا جيم تعبير متجهات الوضع لدينا دائما في جي تساوي دلو جي مقسم على دلو تي مع إحداثيات متجهات سرعة مركز قصور الحامل الذاتي في إكس يساوي 0.6 تي زائد في صفر وفي جي يساوي صفر وبالتكامل نحصل على أو جي إحداثية أو جي عفوا في المعلم المتعامل المنظم آر أو جي إكس يساوي 0.6 مقسم على 2 تي 6 زائد في صفر مضروبة في تي زائد سي 2 وإي جي تي يساوي صفر باستعمال الشروط البدئية x plus 0 يساوي 0 بل نحصل على cg يساوي 0 وبالتالي إحداثيات متجهات الوضع في المعيار المتعامل المنظم r و g x يساوي 0.6 مقسومة 2 0.3 مضروبة في تي 6 زائد في 0 مضروبة في تي و y تي يساوي 0 إذا تغيرات منظم متجهات الوضع في الزمن في المعيار المتعامل المنظم r و g إذا عبارة عن الشجر إذا سوف ننتقل إلى التطبيق الثاني حركة إزاحة مستقيمية لجسم صلب فوق مستوى مائل إذا الدراسة التجريبية والنشاط التجريبي في لحظة نعتبرها أصلا للتواريخ نحرر من نقطة أو بدون سرعة بدئية جسما صلبا S كتلته 551.5 جرام فوق مستوى مائل بزاوية ألفا تساوي 6 درجات بالنسبة للمستوى الأفقي فينزلق هذا الأخير بدون احتكاك حسب الخط الأكبر ميلا نسجل حركة مركز قصوره الجي خلال مدة زمنية متتالية ومتقيسة تو يساوي 60 ملي سكوند فنحصل على التسجيل التالي إذا تسجيل حركة مركز قصور الحامل الذاتي تان جي صفر جي واحد جي اثنان جي ثلاثة جي أربعة جي خمسة جي ستة المدة الزمنية الفاصلة بين تسجيل المتتاليين هي 60 ملي سكوند إذا أولا أجد القوى المطبقة على الحامل الذاتي ومثلها بدون سلم ثانيا أتم الجدول إذا الجدول عندنا الموضع جي صفر جي واحد جي اثنان جي ثلاثة جي أربعة جي خمسة جي ستة ثم طريقة تسجيل مركز قصور الجسم بالثانية ثم سرعة مركز القصور عند مواضيع جي صفر جي واحد جي اثنان بالمتر على الثانية ثم التسارع مركز القصور الحامل الذاتي بالمتر على الثانية وستنان عند المواضيع جي صفر جي واحد جي اثنان جي ثلاثة جي أربعة جي خمسة ثم جي ستة ثالثا مثل تغيرات السرعة اللحظية بدائرة الزمن في جي تساوي إف تي ماذا تستنتج؟ حدد قيمة المعامل الموجه للمستقيم في جي يساوي إف تي ما هي وحدته؟ خامسا بين أن متجهات التسارع سلمي متجهات السرعة اللحظية أكبر قطع من صفر ثم استنتج طبيعة الحركة إذا أولا صغيرة تمثيل القوى المطبقة على الحامل الذاتي
الجسم مدروس الحامل الذاتي هو الجسم S. الجسم S لدراسة حركة مركز قصور الجسم اختار معلما متعامدا ومنظما والذي نعتبره غليليا. إذا المواد التي يحتلها الحامل الذاتي عند لحظات دي صفر دي واحد دي اثنان دي ثلاثة دونك جي صفر جي واحد جي اثنان جي ثلاثة جي أربعة جي خمسة ثم جي ستة. إذا أثناء الحركة يخضع الحامل الذاتي إلى تأثير وزنه بي وإلى تأثير المستوى المائل R. R مذياع تتماس على المستوى المائل تحت المستوى المائل لأن ليس هناك احتكاك. إذا ما الجدول؟ إذا الجدول عندنا الموضع موضع مركز القوصر الجسم جي صفر جي واحد جي اثنان جي ثلاثة جي أربعة جي خمسة جي ستة ثم زمن تسجيل الموضع ثم سرعة مركز القوصر بـ جي بالمتر على الثانية ثم تسارع مركز القوصر الجي بالمتر على الثانية وسيدنا. إذا تاريخ تسجيل جي صفر إذا نختار جي صفر أصل التواريخ إذا جي صفر سجلت عند اللحظة تي يساوي صفر جي واحد عند اللحظة 60 ملي سكوند يعني 0.06 ثانية جي 2 سجلت عند اللحظة تاريخها 120 ملي سكوند إذا 0.12 ثم جي 3 عند اللحظة تاريخها 180 جي 4 240 جي 5 300 ملي سكوند ثم جي 6 360 ملي سكوند. إذا بالنسبة للخانة سرعة مركز قصر الجسم السرعة اللحظية عند جي 0 لا يمكن حسابها لأنه لا نتوفر على النقطة التي بعدها. بالنسبة لسرعة مركز قصر الجسم عند اللحظة عند المواضع في واحد المواضع جي واحد إذا في واحد تساوي جي صفر جي اثنان مقسومة على جوج ضوء. عند المواضع تسجيل جي صفر جي واحد جي اثنان جي ثلاثة جي أربعة جي خمسة جي ستة. إذا نقوم بقياس المسافة جي صفر جي اثنان جي صفر جي اثنان تساوي أربعة سنتيمتر. إذا في واحد منضم في واحد يساوي أربعة سنتيمتر يعني أربعة مضروب عشرة ناقص اثنان متر مقسومة على جوج ضوء جوج مضروبة في ستين عشرة ناقص ثلاثة ثانية تساوي 0.333 متر على الثانية. إذا وبنفس الطريقة يمكن حساب السرعة اللحظية في المواضيع الأخرى مثلا في الموضع اثنان يعني في اثنان منضم في اثنان يساوي منضم متجهات الوضع جي واحد جي ثلاثة مقسومة على جوج ضوء إذا جي واحد جي ثلاثة منضمها إذا يساوي تقريبا 4.6 سنتيمتر. إذا 4.6 سنتيمتر 4.6 مضروبة 10^2 متر مقسومة على جوج ضوء جوج ضوء يعني جوج مضروبة 60^3 تساوي 0.383 متر على الثانية. يمكن كذلك حساب السرعة اللحظية عند الموضع جي 3 تساوي 0.450 السرعة اللحظية عند الموضع جي 4 0.508 والسرعة اللحظية عند الموضع جي 5 تساوي 0.583. إذا نلاحظ بأن السرعة اللحظية تتزايد مع تزايد الزمن. إذا لا يمكن حساب السرعة اللحظية عند الموضع جي 6 لأنه لن توفر على تسجيل نقطة رقم 7 جي 7. سوف ننتقل إلى حساب التسارعات اللحظية عند المواضع جي 0 جي 1 جي 2 جي 3 إلى آخره. إذا لا يمكن حساب التسارع اللحظي عند الموضع جي 1 جي 0 ولا يمكن حسابه عند الموضع جي 1 لأن لن توفر على السرعة عند الموضع جي 0 وعند الموضع جي ناقص 1. عند الموضع جي 2 اي 2 تساوي إذا منضم أي 2 يساوي منضم في 3 ناقص في 1 مقسومة على جوج يساوي تقريبا 1.01 متر على ثانية وسيدنا مسجلة في الخانة ديال جي 2. ثم ننتقل إلى حساب التسارع اللحظي عند الموضع جي 3. إذا أ 3 منضم أ 3 عفوا يساوي منضم في 4 ناقص في 2 مقسومة على جوج يساوي 1.01 متر على ثانية وسيدنا إذا مسجلة في الخانة جي 3. ثم تسارع اللحظي عند الموضع جي 4 أربعة منضم أربعة يساوي منضم في خمسة ناقص في ثلاثة مقسومة على جوج ضوء يساوي تقريبا واحد متر على ثانية وسيدنا. إذا نسجل تسارع اللحظي لمركز قصور الجسم عند الموضع جي 4. إذا بالنسبة لجي 5 وجي 6 لا يمكن حسابهما لأنه لا نتوفر على السرعة اللحظية عند الموضع جي 6 بالنسبة لي A اللي جي 5 ونتوفر على السرعة اللحظية عند الموضع جي 7. إذا من
خلال الجذور نلاحظ بأن السرعة تتزايد مع تزايد الزمن وتسارع يبقى ثابت. إذا قيمته تقريبا 1 متر على 8 سكون. إذا تمثيل تغير السرعة الحدية بدلالة الزمن، إذا تمثيل نلاحظ بأن تغيرات السرعة الحدية بدلالة الزمن هي عبارة عن 3 آلوفية. نستنتج أن السرعة الحدية تزايد مع تزايد الزمن. إذا المعامل الموجه للمستقيم، المعامل الموجه للمستقيم أج يساوي أ 4 يساوي أ 3 يساوي أ 2 يساوي من ضم في 3 ناقص في 1 مقسم على الجذور يساوي تقريبا 1 متر على 8 يساوي ثابتة. إذا خامسا طبيعة الحركة، لدينا أج سلمي في جي يساوي منضم أج مضروب منضم في جي مضروب كوسينوس صفر، كوسينوس صفر يساوي 1، ثم منضم أج فهو عدد موجب ومنضم في جي فهو عدد موجب، إذن أج مضروب في جي أكبر قطعة من صفر. إذا نستنتج أن حركة مركز قصور الحامل الذاتي هي حركة مستقيمية متسارعة بانتظام لأن تسارعها ثابتة. سوف ننتقل إلى الدراسة النظرية. إذا لدراسة حركة مركز قصور الجسم نختار معلما متعامدا ومنضما والذي نعتبره غليليا R أو E J. إذا الجسم مندروس الجسم S حامل ذاتي، إذا أثناء الحركة يخضع الحامل الذاتي إلى تأثير وزنه P بدائما شحورية وإلى تأثير المستوى المائل R. تعبير متجهات التسارع بتطبيق القانون التالي يدور على مركز قصور الجسم، مكتوب مجموع القوى يساوي ام اجي، اذا بي زائد ار يساوي ام اجي. نسميها العلاقه بالعلاقه رقم 5، احداثيات متجهات القوى في المعلم المتعامد ار و جي. اذا بي بي اكس يساوي ام جي سينوس الفا و بي جي يساوي ام جي كوسينوس الفا. بالنسبة لـ R، R X يساوي صفر و R Y يساوي R. بالنسبة لـ منتجات التسارع AJ، AX و AY يساوي صفر لأن الحركات تتم وفق المحور X. إذا نسخة العلاقة رقم 5 في المعلم المتعامل ومنضم R و EJ نحصل على، وباعتبار الحركة مستقيمية تتم على المحور X، إذا M AX يساوي M J سينوس ألفا ثم صفر يساوي ناقص M J مضروب كوسينس ألفا زائد R. وبالتالي إحداثيات متجهات التسارع في المعلم المتعامد المنضم R و J AX يساوي X دو بوين يساوي J سينوس ألفا و Y يساوي Y دو بوين يساوي صفر. إذا قيمة التسارع، التسارع النظري قيمة منضم التسارع النظري في المعلم المتعامد المنضم يساوي AX يساوي J سينوس ألفا لا يتعلق بكتلة الجسم ويساوي 1 تقريبا 0.01 متر على 8 سكون، لأن J تساوي 9.81 نيوتن على كيلوغرام، ولا J تساوي 9.81 متر على 8 سكون مضروبة في سينوس ألفا، سينوس ألفا سينوس 6 إذن يساوي 1.01 متر على 8 سكون. وحسب الدراسة التجريبية، إذا قلنا منضم AJ يساوي منضم I2 يساوي منضم V3 ناقص V1 مقسم على الجذور يساوي 0.01 متر على 8 سكون. وبالتالي منضم متجه التسارع التجريبي يساوي منضم متجه التسارع النظري يساوي I2 يساوي منضم V3 ناقص V1 مقسم على الجذور يساوي تقريبا 1 متر على 8 سكون. إذا حركة مركز قصور الحامل الذاتي هي حركة مستقيمية متغيرة بانتظام لأن تسارعها ثابت ولا يتعلق بكتلته. إذا بالنسبة لتغيرات منضم متجهات التسارع بدلالة الزمن فهي عبارة عن مستقيم موازي لمحور الأفاصيل لأن التسارع ثابت، لأن حركة مستقيمية متسارعة بانتظام تسارعها ثابت يساوي تقريبا 1 متر على 8 سكون. إذا سوف ننتقل إلى متجهة تعبير متجهة السرعة. إذا لدينا دائما أج يساوي دي دو بيجي مقسم على دي دو دي، يعني إحداثيات متجهة التسارع مركز القصور الحامل الذاتي في المعلم المتعامد هو منضم
AX يساوي جيستنس ألفا يساوي في إكس بوان، وأي يساوي صفر يساوي في إي بوان. وبالتكامل أو باعتبار الحالة البدئية في جي بصفر يساوي في صفر. إذا نحصل على إحداثية متجهات سرعة مركز قوسها الحامل الذاتي في إكس يساوي جيستنس ألفا مضربة في تي زائد في صفر، وفي إي يساوي صفر، لأن الحركة تتم وفق المحور إكس. إذا تغيرات منظم متجهات سرعة مركز القصر الحامل الذاتي بدل الزمن عبارة عن دالة تآلفية، إذا سرعة التزايد مع تزايد الزمن. إذا ننتقل إلى تعبير متجهات الوضع، إذا لدينا في جي تساوي دل أو جي مقسومة على دي، وبالتكامل نحصل على أو جي واحد على جوج جي سينوس ألفا تي يساوي اثنان زائد بس صفر تي زائد سي اثنان، أو إي تي تساوي صفر. وباعتبار الشروط البدئية إكس بصفر تساوي صفر، منه إذا أو جي إحداثية منتجات الوضع في المعلم المتعامل منظم آر و جي، إذا إكس عند لحظة تي يساوي صفر يساوي صفر سالة ثلاثة مضربة بصفر يساوي اثنان زائد بصفر مضربة بصفر زائد سي اثنان تساوي صفر، و إي يساوي صفر. إذا نحصل على سي دو يساوي صفر. وبالتالي إحداثية متجهات الوضع في المعلم المتعامل منظم آر و جي إكس يساوي صفر فاصلة خمسة مضربة في جي سينوس ألفا تي يساوي اثنان زائد في صفر مضربة في تي، و إي تي تساوي صفر. إذا تغيرات منظم متجهات الوضع في المعلم المتعامل منظم آر و جي إكس بدالة الزمن عبارة عن نصف فشل جمهور.